انت بتعملي ايه وليه يا بنت المجنونه انت؟ ايه؟ في ايه؟ لا الطلبه بتوعي وحشوني، جيت عشان اشم شويه هوا واسلم عليهم، فيها حاجه دي؟ الطلبه بتوعك يا دكتوره نادره؟ اهلا اهلا، يلا وليه قدامي بقى، وقفت صحتي. الله، هو يعني يا راجل انت اول مره اخد من البنات فلوس؟ ده انت لحم التفك دي من خيرهم. سيحيلي سيحيلي يا وليه، يلا بقى خلصينا. الله ما تزقش، في ايه؟ ما تنساش انك جاي هنا عشان تاخد معاشي وفلوس. نيتك وحشه، مش راضيه تمشي لا معاشك ولا فلوسك. انت بتقول فيها؟ انا قلبي مش راضي، قعدتوني من الشغل وانا لسه بصحتش. صحتك؟ اه. طب انت ما عندك دم. يلا يلا قدامي، يلا ابو علي، يلا ابو علي عايزينك، يلا.